أولاً الريال تصدر 3 دقائق بس، ثانياً النتيجة العادلة 4-0 لفيا ريال، ثالثاً بين بنزيما لاعب الموسم الواحد يا حرام، رابعاً وأخيراً خلص خلصت الدوري هي السنة للبرشا، ما في كلام، قال أبطال أوروبا قال يا حرام. أولاً أوف 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 ما أكثر الشامتين، وهذا دليل على أنه في كتير ناس مضغوطة من ريال مدريد. ثانيا طول بالك يا حبيبي، لسه الدوري بأوله، بعدين هي خسارة عادية وفيا ريال فريق قوي ولاعبتنا ما كانوا بيومهم. ثالثا خلينا نشوفكم اليوم ضد أتلتيكو مدريد، والله لحتى يخلوا صواتكم توصل لقبرص. ولك وعد مني، إذا ضليتوا عم تلعبوا على هذا المستوى السنة الجاية رح تلعبوا بالدوري الأوروبي. أحا طول بالك حبيب، تراك عم تحكي مع الريال مو فريق أوروبي عادي. وانتو شو رأيكم بمستوى الريال هالأيام؟ جاوبوني بالتعليقات يا حرام.